في صباح الأربعاء ضربت عاصفة فرانك الجزر البريطانية. هذه الصور تظهر الفيضانات العارمة والرياح الشديدة على سواحل إيرلندا. موجة الطقس السيء أصابت إنجلترا أيضاً. فبينما كانت عاصفة فرانك في طريقها، كانت أجزاء عريضة من بلدة يوركشير تغمرها المياه على امتداد البصر. أكثر الأماكن المتضررة كانت يورك والمناطق المحيطة. الكثيرون هنا عبروا عن غضبهم ضد حكومة رئيس الوزراء كاميرون بسبب تقصيرها في الاستعداد لمواجهة مثل هذه الفيضانات وعدم تقديم المساعدة للمتضررين. لم نكن هناك أثناء حدوث الفيضانات، ولكن الجيران قالوا إنهم لم يتلقوا تحذيرات بخطورة الوضع سواء من خلال الطوارئ أو مكبرات الصوت. في المقابل أشاد رئيس الوزراء بفعالية عمليات الإنقاذ، ولكن عندما تصل إلى هنا وتتحدث مع الناس ستعرف أن أحداً لم يساعد. أساسا يمتدحون الجنود من أجل أن يتستروا على تسبب خطط التمويل في غمر المياه لهذه المناطق. إنهم يتجاهلون الحقيقة كالعادة. الكثيرون من سكان يورك اضطروا لترك منازلهم في أعياد الميلاد بعد ارتفاع منسوب المياه في الشوارع. ورغم تراجع المنسوب، إلا أن خبراء الأرصاد يحذرون من أن فرانك سيتسبب في المزيد من الفيضانات. وفي ضاحية تيد كاستر القريبة، انهار جسر عمره 3 قرون بفعل مياه الفيضان. ويبدو أن الأسوأ للمناطق المتضررة لم يأتي بعد.